علاش خيرتي الرسم؟ في الابتدائي كنت نشتي نحب نرسم. تما كان كراس القسم تاعي دائما نقطعو ما نقدرش نرسم فيه. من بعد انقطعت بعد الابتدائي، وكنت في الابتدائي جاني وفد من النرويج جا شاف الرسومات تاعي في مدرسة المسعودي للبنات. بعدها انقطعت شوية في مع الدراسة وعاودت رجعت لها في مرحلة الثانوية في التسعينات. بعد ثاني مريت فترة مقاطعة لظروف قاطعت، وبعد في بعد الجامعة رجعت ليه. ما شاء الله يعني. تستغني عليه. وي ما شاء الله. بالنسبة لسؤالك على الرسم، الرسم اصلا لعلمك الرسم يعتبر علاج. ف صح اكيد هو الفن، الفن ككل علاج. الفنون العلاجية هذه أول شيء. ثانيا الرسم يخليك كما يقولوا تحس بالراحة، كما أنا نرسم كي نرسم نحس بالراحة.